أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساء وصباح. ستنا عائشة رضي الله عنها بتحكي أن هي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وهم راجعين في الطريق مع مشقة السفر وتعبه هي حست بالملل، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حس بيها فأمر الجيش أن هم يتقدموا ونظر ليهم، وأول ما لاحظ أن هم بعدوا عن عينه رجع نظر لستنا عائشة وقال لها أتسابقيني يا عائشة؟ قالت له أسابقك، فتسابق فسبقت ستنا عائشة رضي الله عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بتحكي ستنا عائشة رضي الله عنها وبتقول أن الموقف ده اتكرر تاني، وكانت راجعة من غزوة برضو مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لها أتسابقيني يا عائشة؟ قالت أسابقك، لكن المرة دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو كان الفائز على ستنا عائشة رضي الله عنها. كان مبرر ستنا عائشة في الموقف ده بتقول أن هي حملت اللحم، يعني زاد وزنها. علشان كده حلقة النهاردة هتكون عن الرياضة وعن ازاي ان احنا نحافظ عن وزننا وعن رشاقتنا. بس انا في حاجة لفتت نظري من الموقف ده، ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما داعب ستنا عائشة ولعبها وحب يخرجها من مود الملل اللي هي كانت فيه، كان راجع من معركة، يعني كان بيحارب وكان حامل هم نشر الإسلام ونشر الدعوة، ومع ذلك كان من أهم أولوياته ان هو يكبر بخاطر زوجته. دلوقتي بيحصل عكس كده تماما، الزوج بيرجع من الشغل، اي نعم بيبقى مشغول جدا ومضغوط طول اليوم وراجع تعبان وليه كل التقدير، بس بيبقى راجع الشغل مش طايق كلمه من مراته، مراته تيجي تقعد جنبه تكلمه كلمتين يقول لها انا دماغي قد كده من كتر الكلام مش طايق ولا كلمه. طب انت دماغك قد كده من كتر الكلام؟ ما جتش على الكلمتين اللي هي هتقولهم لك، اسمعها. يجي حد من ولاده يقرب ليه يلعب معاه، انا طالع نازل طول اليوم، انا ما فيش صحه، انا عايز انام. طيب بجمله التعب اتعب شويه مع ولادك ولعب. الزوج هنا بيحس ان هو مسؤول عن اسرته، مسؤوليه ماديه ان هو يكفيهم ماديا، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش كده ابدا. سيدنا محمد في عز رجوعه من الحرب وفي عز المشقه كان اهم اولوياته ان هو يجبر خاطر زوجته. نرجع تاني لموضوع حلقتنا وهو الرياضه وازاي نحافظ على وزننا وعلى رشاقتنا، وده هيكون باستضافه كوتش هاجر ابراهيم، المدرب الشخصي المعتمد من اكاديميه جولدز بكاليفورنيا والحاصله على الحزام الاسود في رياضه الكاراتيه. انتظروني بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة تانية، وأرحب معاكم بكوتشي هاجر إبراهيم، المدرب الشخصي المعتمد من أكاديمية جولدز بكاليفورنيا والحاصلة على الحزام الأسود في رياضة الكاراتيه. كوتشي هاجر أهلا ومرحبا بيكي. أهلا بيكي أيات. كوتشي هاجر، إحنا عندنا أسئلة كتير قوي في الرياضة، بس خلينا مبدئيا نبدأ بهدف الحلقة اللي هو الرياضة المناسبة أو الروتين الرياضي المناسب لكل مرحلة عمرية، فخلينا نبدأ بمرحلة الطفولة مبدئيا. خلينا نبدأ بالأطفال. سن دلوقتي حديثا ظهرت السباحة للأطفال، أول ما البيبي يتولد كام شهر وتلاقيه نزل سباحة، لكن يعني طبيعي إن أي حد يبدأ في سن 3 سنين. يبدأ بإيه بقى في الرياضة؟ إحنا دي بقى إحنا بنسيبها للطفل، يعني ما نجبرهوش على رياضة معينة، لما يكبر ما نعرفش هو هيقرر إيه. فخلينا يعني الاختيار هنا مش للأم، للطفل. لا، الاختيار للطفل، يعني الأم ساعتها المفروض تعمل ايه؟ تخليه رياضتين او ثلاثه يجرب. يبقى مثلا سباحه، طبعا السباحه مهمه جدا، الجمباز، الكاراتيه، لو بنت مثلا بلاش نخليها نحطها في حته العنف شويه، ممكن نشوفها ممكن تكون الليون عندها كويسه جدا، فنخليها تدخل باليه، يعني يبقى في موازنه، وهي لما تكبر قدام شويه هتعرف هي عايزه ايه، تعرف تحدد اكيد. طيب اوكي، لو مفيش امكانيه بقى انه الام تنزل بيهم نادي تمرنهم او حاجه، ممكن يكون في روتين رياضي للاطفال يلعبوه؟ اكيد، يا ريت كل يوم. احنا لو خلينا اطفالنا متعودين من صغرهم على الرياضه هيكبروا بيحبوها، حتى لو هي مش رياضه معينه، يعني لو مش سباحه، لو مش جمباز، لا يبقى في تمرين فتنس، تمرين في الجيم. تمام، فاحنا لو يومي في البيت. لو في البيت يوميا، تمارين الصباح،
ستريتشنج، الحاجات اللي هي الخفيفه اللطيفه، شويه كارديو، ممكن مثلا اللعب للاطفال هم صغيرين برضو مهم جدا وبيطلع منهم باور حركة وطاقه. مش أي لعبة الحركه، يعني. لا الحركه يعني الحركه عامه، فاحنا بلاش نكبتهم هم صغيرين وحركه. ناس في ناس بيبقى عندهم فرط حركه، فدول بيبقى ربنا مديهم اصلا طاقة. طاقه طبعا عاليه، فاحنا لازم نستغل ده في رياضه معينه على حسب هو بقى عايز ايه. اوكي تمام. ننتقل بقى لمرحلة الشباب، الروتين برضو يومي او اسبوعي بقى، روتين رياضي عامة للمناسب لمرحلة الشباب. تمام. الولاد يعني لو هم ما عندهمش وقت يرجح يعني ان هم يروحوا الجيم، لو ما عندهمش وقت البنات والولاد بقى مع بعض هيلعبوا نفس النظام، يبقى برضو زي تمارين الصباح ستريتشنج اوكي رياضتين. تمارين الصباح اللي هي تمام، تمارين الصباح اللي هي اول حاجه نبدا ستريتشنج، نمشي احنا ممكن واحنا وانا واقفه انا بمشي وانا واقفه في حاجه اسمها مارش وانا ماشيه، ممكن 10 دقائق من 5 ل 10 دقائق وانا مارش واقفه. وانا واقفه. طب استاذنك تورينا توضح لنا تمام، عملي. انا دلوقتي واقفه انا بشغل ايدي ورجلي يمين شمال، دي مهمه جدا، دي لمده 10 دقائق. دي من 5 ل 10 دقائق انا ماشيه. لو هو ما عندوش المقدره ان هو يبقى في تريدميل او يبقى في تراك يجري فيه، خلاص طالما نص ساعه كل يوم الصبح يبقى هو واقف مارش شويه جامبنج، يعني ممكن مثلا شويه جامبنج جاكس مثلا، ممكن ينط حبل مثلا صعب لو حد نط الحبل على مش كل صعب الناس. صعب نط الحبل، بس احنا ممكن نبدل كل حاجه ليها بديل، ما ينفعش ان احنا نيجي نقف عند حاجه نقول لا احنا مش مش هعملها. عارفين نكمل، خلاص انا ايدي اهو كاني ماسكه حبل في ايدي وبنط طيب نطت اوكي، حبل. يعني حضرتك حدد لنا احدد وقت. خلاص وقت نص ساعه لا وقت لكل تمرين، يعني مثلا وقت التمرين ده لكل يتعمل تمرين. كام؟ تمام، احنا مارش من 5 ل 10 دقائق، اوكي. جامبنج جاكس 50، اقل من مش اقل من 50 عده. تمام، ممكن نشتغل مثلا تويست مش اقل برضو من 50 عده، احنا كده دخلنا لا ابدا كده، لو انا واحده مش رياضيه ممكن ابدا كده عادي. 50 عده مش اي حاجه خالص، مش هياخدوا في ايدينا دقيقتين، اقل من اوكي دقيقتين انا حاجه بتكلم عن بسيطه. مجهود، المجهود لو انا قليل لسه جدا، هبدا العب رياضه انا عادي بمشي ابدا. مش بعمل اي حاجه، اوكي الجامبنج حاجه اوكي بسيطه تمام. بس. خلصنا شويه استرتشات بقى، استرتشنج كده خفيف عشان خاطر ايدي، عشان خاطر الاسترتشنج دي بتفيدنا بقى على المدى البعيد عشان خاطر بعمل اطاله للعضله. انا خلصت خلاص بعمل اطاله كل يوم للعضله، خلاص انا خلاص داخله اتمرن، خلاص انا مستعده للتمرين. زي ايه بقى الاسترتشنج؟ زي مثلا ايدي بشغل ايدي ورا فوق فوق ناحية تانية، بشغل رجلي دي بتشتغل على الـ على الـ على الكوادريسبس، دي بتشتغل على الجلوتس، يعني حاجات بسيطة وخفيفة أي حد ممكن يعملها، حتى ممكن أمهاتنا وأبائنا ممكن يعملوها طبعا. طيب اوكي ده بقى بشكل يومي ده مرتين بشكل في الأسبوع يومي ده كده نص يوم. ساعة، نص ساعة دي حاجة يومية، ستريتشنج وشوية جامبنج ومشي، أنا ما بعملش أي، مش محتاجة أي حاجة، مش محتاجة أي أدوات ببلاش. طيب اوكي اتفضل. لاحظت بقى يا كوتش انك بتقولي الصباح، يعني دايما تقولي تمارين الصباح دي كل يوم الصبح، ده فرق بين الصباح والمساء في اللعب الرياضة في فرق؟ في فرق. الكارديو عامة ان احنا نشتغل اي حاجة فيها حرق الصبح بيبقى افيد لنا، بنحرق اكتر، نحرق اكتر الصبح. طيب اوكي احنا اتكلمنا بقى عن الشباب بوجه عام، تمام، ما حددناش مشكلتهم. في بقى مشكلة دلوقتي عند كل الشباب وعند الكبار كمان تكاد تكون عند الأطفال، البطن والأرداف. تمام. نبدأ بالبطن. طبعا البطن مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ ليه؟ دايما بيقولوا ان انا بطني ما بتنزلش، دايما الناس بيخسوا من كل الجسم يقول لك بطني لسه زايده، انا بطني الدهون بتاعت البطن دي دهون عنيده، يعني اخر حاجه ممكن بتنزل او تنزل؟ اخر لا اخر حاجه ممكن انا الاحظها بتبقى صعبه شويه. ليه؟ انا جسمي بتبقى نسبه وتناسب، انا جسمي كله نزل بس بطني عاليه، فانا نزل جسمي نزل فما زالت بطني عالية. عاليه. ليه؟ لاني انا دلوقتي كنت هنا رفيع هنا رفيع عندي بطن، نزلت شويه هنا وشويه هنا وما زال نزل من هنا شويه اللي ما يخلونيش مش ملحوظين. الاحظ ان بطني نزلت. ايه الحل بقى؟ الحل ان احنا لازم نشرب ميه كويس قوي، دي اول حاجه. تاني حاجه نقلل دهون ونقلل الاكل من بره. رابع حاجه ان احنا نلعب تمرينات بطن، يعني مش هقول لك كل يوم، هقول لك يوم ويوم تمرينات بطن ومعاهم شويه كارديو برده في النص، زي برده الجري زي المشي زي الجامبنج اللي احنا الحاجات اللي احنا عملناها البسيطه دي. احنا لو كل يوم اخذنا 3 تمرينات بس للبطن، الابر والابر ابر ابس لور ابس
دي كده كفايه جدا. يوم او يوم لا. ممكن استاذنك تورينا؟ تمام. اوكي. احنا دلوقتي ممكن نشتغل واحنا واقفين البطن، ايدي ورا، ودي اسمها تني تو قلب، يعني كوعي هيوصل لركبتي. ها 1 2، دي حاجه بسيطه قوي، دي بتشتغل على الابدومينز كلها. اوكي. انا بشتغل على كل الجسم. ممكن نشتغل على السايد، الكور، المنطقه دي، المنطقه دي كلها هشتغل حاجات بسيطه جدا. 50 يمين مثلا، 50 شمال. ده تاني تمرين. ده تاني تمرين. ممكن بقى في تمرينات على الارض، ممكن نشتغل احنا رجلينا هتبقى متنيه وهنام، مش هعرف انام طبعا عشان المايك. هنام وايدي لورا، وهقوم هدفع ايدي، هتدفعني لقدام علشان خاطر اقوم كلي، اقدر اقوم. والناس اللي مش بتقدر تقوم تمسك اي، تملا ازازه ميه، ازازه ميه كبيره او صغيره، بس تملاها على الاخر عشان خاطر يبقى فيه بالانس بس. اوكي. تمام. واقوم نايمه، راجع ايدي لورا واقوم بيها. انا قمت واتعمل التمرين، سهل جدا. ممكن تمرين تاني برضو، هنام وايدي ورا هنا، وهقوم نص قومه بكتفي مش بدماغي. الناس اللي بتستعمل وبتقوم بدماغها ممكن نعمل ايه؟ ممكن ايدي ورا ودني، يعني ادوب بس لمسه وبقوم بكتفي فقط. ودي اسمها دي يعني بلغتنا لغه الناس بتاعتنا هنقول عليها نص قومه، بس هي اسمها كرانشز، يعني كرانشز وسيت اب وفوق نيتو قلبه وسايد تو سايد بتاع الحوار. التمرين اللي هي يمين وشمال. طيب اوكي. الارداف بقى وحضرتك بقى. تمام. الارداف احنا برضو الجامب مهم قوي، الكارديو ده مهم معانا في كل حته. يعني الكارديو في حاجه اسمها كروسفيت، كروسفيت دي رياضه او تمرينه اقوى من الكارديو. يا ريت الناس برضو تعرفها وتشتغلها كويسه جدا. لو هنشتغل على الارداف احنا ممكن نشتغل طبعا سكواتس، والناس لازم تشيل اوزان وهي بتتمرن. اوزان، ما بقولش اوزان، انا بكلم على البنات. تشيل اوزان خفيفه، مش شرط تقيله. مش هنقفل الجهاز مثلا، واحنا بنلعب على جهاز مش هنشيل مثلا 15 20 كيلو في ايدينا. طب لو احنا في البيت، لو احنا في البيت انا هشيل ازازه 2 كيلو، ازازه اللي هي لتر ونص او 2 لتر اهو، ماسكاها في ايدي وهنزل سكوات تحت. بس بسيطه هنشتغلها. ممكن دي بقى نشتغلها 15 عده مثلا في 3 سيتس، 3 مجموعات وخلاص. وهشتغل ما بينهم برضو كارديو. دي اول تمرينه للارداف. تاني تمرينه، اول تمرينه احنا بنشتغل ورجلينا 11 ستريت. تاني تمرينه بنشتغلها ورجلينا بره 7، وبننزل لورا. دي برضو بتشتغل على الارداف. ما بين كل مجموعه نشتغل مثلا 20 عده كارديو وجامبنج جاكس اللي احنا قلنا عليها في الاول. طيب اوكي. طيب لو حد بقى بيعاني من المشكلتين، البطن والارداف، تمام، احسن انه يلعبهم الاثنين مع بعض في نفس اليوم ولا يعمل لا كل تمرينه لوحدها؟ كل العضلات دي عضلات كبيره. عضله البطن دي عضله كبيره، عضله الارداف دي عضله كبيره. يا ريت نديها حقها قوي، دي لوحدها في يوم مع كارديو، ودي نديها حقها قوي في يوم مع كارديو برضو. طيب اوكي. بما اننا لسه في مرحله الشباب، خلينا بقى نتكلم عن مرحله الحمل. تمام. اوكي. دي بقى على حسب، يعني مثلا في بنت بتبقى بتلعب رياضه وفي بنت ما بتلعبش. هي رياضيه اصلا؟ هي رياضيه. هي خلاص، لا احنا دلوقتي اول 3 شهور احنا ما ينفعش اصلا نتحرك، لان دي فتره التثبيت. تمام. بعد ال3 شهور احنا نبدا نلعب حاجه لغايه 6 شهور من البيبي، وبعد كده ممكن زي ايه؟ يعني حاجات خفيفه قوي بقى، ستريتشنج، مشي، تمشي كتير مثلا، مفيش مشكله. لكن تعالي بقى بعد، هي رياضيه وتمام، صحتها كويسه جدا والدكتور سامح لها بكل الكلام ده، تمارس عادتها يوميا، تمارس كل حاجه تمام. خلاص بعد 6 شهور هي ممكن تعمل اي حاجه، هي ممكن تشيل اوزان 40 كيلو مثلا على البار، تنزل سكوات ب 40 كيلو، ممكن تجري عادي جدا على التريدميل على سرعه 12. لا طب مثلاً، خلينا مثلا بنتكلم لو واحده مش رياضيه بس هي لاحظت ان هي بتتخن فتره الحمل فعايزه تعمل ستوب بقى، يعني مش خايفه تتخن، تعمل ايه وهي اصلا مش رياضيه؟ يعني ايه الحاجات المسموحه ليها في تمام فتره الحمل؟ او في ناس مش مسموح لهم اي حاجه خالص. في ناس الدكتور بيقول لها لا ما ينفعش. دي على فكره بسهوله جدا بعد الحمل انها تنزل، يعني بعد ما تولد يعني خلاص، مش قلق، مش كارثه، مش نهائي، بالعكس معظم جسمهم بيبقى ميه. فخلاص خلصنا حمل، بعد الحمل تلاقي كل ده بين. والافضل ان بعد الحمل، ان بعد الولاده طبعا، مش الولاده السيزيريان، الولاده القيصري، بنقعد بعدها مش اقل من 3 شهور. 3 شهور بعدين نبدا نعمل تماريننا الطبيعيه. لكن الطبيعي لا، احنا ممكن 15 يوم وننزل نبدا تماريننا على طول. طيب اوكي تمام.
ننتقل بقى لمرحلة ايه، مش عايزين ننساهم ابائنا وامهاتنا. لو تمام الصحة سليمة وتمام مفيش معاناة من اي مشكلة، بس دايما هنقول كده العظمة كبرت، فايه التمارين او الروتين اليومي اللي يبقى مناسب ليهم برضو يساعدهم على الحفاظ على صحتهم؟ انا طبعا كنت اتمنى ان احنا ابائنا وامهاتنا واجدادنا يكونوا يعني بيلعبوا رياضه من زمان عشان هم يحببونا ويطلعونا ان احنا رياضيين، بس بما اننا معظم الناس ما كانش اللي يقول مثلا انا مش فاضي، انا ما عنديش وقت، بيستسهل اي حاجه. لا احنا ممكن برضو نعمل حاجات بسيطه، ممكن نمشي، ممكن لو يعني مره على مره نجري شويه، حاجه بسيطه مهرولا يعني نجري كده حاجه بسيطه قوي، وده بيحرق برضو لو هو في زياده وزن، لو في زياده. لكن لو صحه، لو صحه بس، هو صحه بس، لا ستيب باي ستيب ممكن يرجع يشيل اوزان ويتمرن تمرين شاب عنده 25 سنه لو لو كصحه. لو اب عنده 55 سنه لو اب عنده 55 سنه وصحته يعني ما عندوش اي مشكله، ما عندوش اي مشكله، يقدر يعمل كل ده، يشيل اوزان يقدر. ويخس لو عايز ويعمل ماسلز وكل ده يقدر. يقدر طبعا. ده ستيب باي ستيب. قول لنا الستبس بتاعت انه يرجع تاني. حلو قوي. احنا واحده واحده جدا، كان في حاجه اسمها بيجينر، نبدا كل حاجه واحده واحده، بنمشي شويه وبعدين بنجري، بنعمل استرتشات، بنعمل تمرينات عضل على الماشينز الموجوده في الجيم. طبعا اكيد هينزل جيم، يختاروا كابتن كويس عشان خاطر يبقوا واثقين فيه، يبقوا حابينه عشان خاطر يقدروا يكملوا الجيم، لان في ناس كتير ما بيكملوش، فحد يبقى باله طويل، لان احنا لما بنكبر كل ما بنكبر كل ما حرقنا ما بيقل، كل ما بنكبر كل ما، فعايزين حد يعني ما ياخدناش من اقل حاجه لاكتر حاجه مره واحده، لان في ناس بيعملوا كده تدريجيا. بالظبط. طبعا كل حاجه بتيجي بالتدريج. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الرياضه بوجه عام، لو حد عايز يحافظ على جسمه او يحافظ على صحته. دلوقتي لو حد عايز يعمل ماسلز، يعمل شيب لجسمه ويبرز الماسلز عنده، تمام، يبدا بايه؟ يبدا بحاجتين، نظام تمرين كويس قوي مع كوتش طبعا فاهم، تاني حاجه نظام غذائي، ده مهم جدا، والاثنين بيوازنوا بعض. مفيش حاجه تشيل حاجه، ما ينفعش، استحاله. أوكي. لازم ده يشيل ده. بالنسبه للتمرين، لو هنتكلم على التمرين، لا بنبدا برضو ستيب باي ستيب، واحده واحده، برضو استرتشات في البدايه طبعا عشان خاطر نفك الجسم، كارديو شويه كتير في الفتره الاولى، وبعد كده بقى ندخل على الماسلز واحده واحده بقى، مره نشيل كيلو، لا الماسلز اخذت على الكيلو خلاص، انا ما بتاثرش، مش حاسه بوجع خلاص في العضل، لا خلاص بدخل على الاثنين كيلو، خلاص مش حاسه بدخل على الثلاثه، لغايه لما بلاقي نفسي انا بشيل مثلا في سكواتس بشيل 40 و50 كيلو. البنت في ال 40 و50 كيلو دول، انا عايزه اقول حاجه، عايزه اقول ان انا مش بروح لمرحله الماسلز مره واحده، انا بروح لمرحله البنت مثلا جسمها طاري، من شد الجسم الاول بعد كده بننقل لمرحله الماسلز، عشان خاطر بس ما حدش يقول انا هشيل كيلو هلاقي طالع لي عضله، مفيش الكلام ده، مش صح. طيب احنا اتفقنا دلوقتي ان لازم اللي عايز يعمل شيب ينزل الجيم. طيب لو حد هينزل الجيم بس ما فيش امكانيه ان هو يبقى معاه كوتش، تمام، ممكن بقى ينزل يعتمد على نفسه، يعمل ايه؟ يبدا بايه يعني؟ لو حضرتك تورينا. تمام، احنا مثلا ممكن نبدا بالابر مثلا. دي حاجه خفيفه يعني، حاجه بدايه كده، بدايه خفيفه، لان كل الناس تيجي تقول لها انت النهارده عندك ليج، دور تبقى مش عايزه تيجي اصلا الجيم. فخلينا نبدا بالابر مثلا، لو هنشتغل على البايسبس، ايه دي اول تمرين، حتى لو في البيت انا ممكن اشتغل ده في البيت. هشتغله، هجيب ازازتين ميه مليانين على الاخر عشان البالانس بورد، وهشتغل اب داون اب داون 15 عده في 3 مجموعات. اوكي، دي تمرين سهله جدا وبسيطه. تاني تمرين نشتغل على الشولدر، اول تمرين بتشتغل على البايسبس، اوكي، تاني تمرين بتشتغل على الشولدر، 1 2 3، دي بتشتغل على الشولدر، تمام. تاني تالت تمرين ممكن نشغلها على الشولدر، ده دي لو في الجيم او في البيت، تمام. تالت تمرين 1 2 3، دي تالت تمرين للشولدر. ممكن نشتغل على الشست مثلا، واحنا نايمين على الارض بنفرد ايدينا ونرجع ايدينا على الارض بزاويه 90 درجه، ونقوم نرجعينها تاني لقدام، ورا بعدين قدام، دي للتشست واحنا نايمين. وممكن برضو ممكن يعني مثلا في جهاز اسمه باتر فلاي، الباتر فلاي ده مش موجود اكيد في البيت، تمام، لو حد عايز يعمله في البيت. ملوش بديل في البيت؟ ليه بديل، ليه بديل. اوكي، هو في الجيم وليه بديل في البيت. هجيب برضو ازازتين ميه وهنام على الارض، وهفتح نايمه على الارض ورجلي متنيه عليا، ايدي قدام، بفتح واقفل، وافتح
واقفه، التمرين ده وانا نايمه، التمرين ده وانا نايمه مش وانا واقفه. ممكن برضو نشتغل على الترايسبس، الترايسبس ايدي فوق بطلع وانزل، انا كتفي ثابت تماما، انا كوعي بس اللي بيتحرك، حددي المنطقه بس وتحت. شاوري عليها. اوكي انا المنطقه دي هي اللي بلعب عليها. ناس بنات كتير قوي تبقى عندهم المنطقه دي طريه جدا، فاحنا نشدها ازاي ترهلات. بالظبط التمرين ده بيشتغل عليها. انا ظهري مفرود 1 2. طيب يا كوتش هاجر، اتكلمنا عن الابر، نتكلم تمام. بقى عن اللور. نتكلم عن اللور. طبعا احنا لعبنا سكوات وسومو سكوات، ده برضو بيشتغل على اللور. احنا ممكن ده نشتغل اللي احنا على عملناه في الروتين اليومي العادي. ده في الروتين اليومي، دي من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نعتمد فيها على نفسنا في الجيم. ده في ماشينز كتير في الجيم، دي ساعتها بقى احنا بنحتاج حد بس يقف معانا يشوف الحركة. حتى لو انا عملتها هنا لازم حد يبقى معانا يورينا. تمام. انا دلوقتي واقفة هشتغل على الجاستروكناميوس، يعني السمانة. هقف على مشط رجلي وهطلع معايا وزن، تمام، ازازة برضو لو انا في البيت او في الجيم. انا واقفة وهطلع وانزل واطلع وانزل. طيب تمام. بمناسبة الوزن أنا في اتفضل. سؤال بس حضرني، لو أنا هستمر تمام. هستمر في الأوزان وهستمر إن أنا أعمل شيب، أغير الوزن كل قد إيه؟ على حسب يعني انا أعلى بيه دلوقتي إزاي؟ هقول لك تعالي بيه. احنا دلوقتي انا دلوقتي بدأت بكيلو، اتمرنت وجسمي وجعني جدا، ده الطبيعي ان احنا لما بنتمرن جسمنا بيوجعنا اول فترة، اتعودنا وما بقاش فيه وجع، ننقل على المستوى اللي بعده. أوكي اتفضلي كملي. بس احنا دي اول تمرين عملناها دي اول السمانة. دي اول تمرينه. هنشتغل على اللور تاني. انا واقفه همسك في اي حاجه جنبي واطلع فوق وتحت. انا همسك مثلا، همسك في باب، همسك في اي حاجه لو في البيت او برضو في الجيم. دي تمرينه هعملها وانا نايمه وهعملها وانا واقفه، هطلع وانزل هطلع وانزل. دي في بتشتغل مستوى على اللور. معين مستوى مع انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا بطلع بالسيف رجلي، تمام، بدي تمام. ما ينفعش حد يطلع كده لان انا بشتغل على الجنب. تمام. 1 2 3. اوكي دي تاني تمرين. ممكن نشتغل واحنا بقى نايمين، انا على الارض كاني وضعيه الصلاه، كاني بصلي وايدي على الارض، ايدي على الارض كده ورجلي ترفع ورا 1 2. انا كاني تحت اهو وبرفع 1 2 يمين وشمال، نفس العدات ونفس المجموعات اللي احنا اتفقنا عليها في الاول. اوكي ده كده اللور. اللور. اوكي اتفضلي. طيب في بقى دلوقتي مشكله كتير جدا بيعانوا منها، هي الخشونه، تمام. خشونه المفاصل عامه. تمام. ايه التمارين المناسبه ليها؟ اهم حاجه ان احنا في حاجه اسمها تمارين قرفصه زي السكوات اللي احنا عملناه، اي حاجه فيها تاني رجل زي العجله زي دي ليها ولا لا ملهاش؟ دي ممنوع، ممنوع. دي ممنوع. الناس اللي عندها خشونه زي ده، اي حد طبعا بيتمرن ويحس باي وجع في اي مفصل من المفاصل لازم حالا يروح لدكتور يتشخص، لازم تشخيص عشان خاطر ممكن يبقى التهاب بسيط فانا هتلاشى الالتهاب والوجع ده فهيقوم زايد عليا. اعمل ايه بقى؟ هروح للدكتور وتحت تعليمات الدكتور طبعا بنروح برضو الجيم. هو يعني شويه فتره كده يقول لك ارجعي الجيم علشان خاطر عضلاتك عايزينها تقوى علشان خاطر تظبط المفاصل. فهنرجع مش هنشتغل اي حاجه فيها قرفصه، طبعا تعليمات الدكتور هتبقى طبعا كده، مش هنشتغل اي حاجه فيها قرفصه. اي حاجه هنشتغل، تقويات، تقويات للرجل. انا ممكن اعملها وانا قاعده، انا قاعده هفرد رجلي وهطلع فوق وانزل مفروده، يعني انا فارده رجلي هطلع وانزل والفها بحركه دائريه لبره برضو 50 عده والفها لجوه حركه دائريه 50 عده، نفس دي النظام، بسيطة خالص حاجات بشكل بسيطه جدا. دي يومي. تقويات بشكل يومي علشان خاطر رجلينا الماسلز اللي فيها ما يعني ما تنامش، بمعنى يعني بمعنى بتاعنا احنا يعني بينا وبين بعض في الجيم بنقول كده. اوكي كوتش هاجر، على الرغم ان الحلقه وقتها قصير بس حضرتك افدتينا جدا، شكرا ليكي. مشاهدينا اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا معانا ومع كوتش هاجر ابراهيم المدرب الشخصي المعتمد من اكاديميه جولدز بكاليفورنيا والحاصله على الحزام الاسود في رياضه الكاراتيه. لحين يتجدد اللقاء اترككم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.